اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك. بنرحب بيك في كارديالكس 2018. ممكن اهلا بيك. حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا الدكتور خالد شكري، استاذ القلب بالاكاديميه الطبيه العسكريه، ونائب رئيس الجمعيه المصريه لامراض القلب. اهلا وسهلا. اهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تقول لنا في كارديالكس السنه دي وايه المواضيع الجديده اللي اتناقشت فيه؟ كاديو أليكس بقى مؤتمر من أهم المؤتمرات على خريطة أمراض القلب في مصر، ويمكن في المنطقة كمان، المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. كاديو أليكس النهاردة بقى كل جديد بيظهر في الإرشادات الطبية الأمريكية أو الأوروبية بنسمعها كتجمع أطباء قلب في كاديو أليكس. السنة دي اتناقش كتير من الجايد لاينز، الارشادات الطبية الجديدة اللي ظهرت او اللي على وشك انها تتقال في مؤتمر الدول الاوروبية او الجمعية الاوروبية لامراض القلب اللي في شهر 8 اللي جاي، زي الارشادات الجديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، زي الارشادات الجديدة في علاج أمراض السكر المصاحبة لمرضى القلب، زي الارشادات الجديدة في علاج الجلطات الحادة للشرايين التاجية. كل دي حاجات الحقيقة اتقالت السنة دي. برضو كان من الحاجات المهمة جدا والمفيدة العمليات اللي اتعملت عن طريق الأسرة التداخلية على الهواء مباشرة، سواء من جامعة اسكندرية أو من خارج مصر. دي بتحصل فيها تبادل للخبرات ما بين الأطباء الحاضرين والأطباء اللي بيشتغلوا العمليات دي على الهواء. فكارديو أليكس بقى من أهم تجمعات أطباء القلب في مصر، وبيحصل فيه الحقيقة تبادل كل ما هو جديد في مجال أمراض القلب كل سنة. مرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.